الخوت حضرت لكم اخر ما كاين في تسلا. يلا تحطات دابا وعيط لي ايلون ماسك قال لي اجي دير على فيديو جي تشوفوا معايا خوت. هذه الطوموبيله كيف ما كتشوفوا هي الصراحه راه ماشي طوموبيله راه تران. انا ما توقعتهاش فاش شفتها في اليوتيوب ما توقعتهاش تكون طويله حتى للدار. اش كيدايرين الفيروجاج الخوت اللور ديالك كيدايرين شو هاد الجنب كيداير؟ بالنسبة للثمن ديالها كتبدا ب 70 مليون الخوت مغربية، ولا بغيتيها فولي لودد يعني عامرة حتى للحد كطلع لك ب 100 مليون. شوفوا الرويش شوش مسدودين والو ما كيبان لك لا جوانط لا حتى شي حاجة، مونتي الصورة تما ما كيبانوش. هاد الطونوبيلة كلها إلكتريك ولا درتي لها البلان كضرب بك 550 كيلومتر في الشارج وحدة. الواعرة الخوت في الدجاج ديال هاد السايبر تراك أنك واخا تيري فيه بالقرطاس ما كيطرا ليه حتى شي حاجة. الدرايفر اللي كيكون سيكا غادي سيكا وما خايف ما واصل. فاسوي كلاس واحد شوفوا قداش أخوت راه هو طالع حتى للفوق تمايا كيمسح الدجاجة كاملة. بالنسبة للبيبان ما فيهم لا بوانيات لا والو، يعني كيتحل داك الشيء أوتوماتيك. واللي صدمني أنها مصنوعة كاملة من الحديد وكتضرب 100 كيلومتر في 2.5 ثواني ورباعية الدفع وفيها 315 هورس باور. اللهم بارك. الطونوبيل اللي كتشوفوها خوتها هي خرجها إيلون ماسك على قبل واحد طلعة طلعوا للفضاء من فلوريدا كما كتشوفوا. ها هي هي القصة ديالها تتقراوا وفيها سبيس مان ها هو كيف ما كتشوفوا. طونوبيلة عادية تاهي هي كيفاش دايرة وشوفوا معايا الفيروجات كيفاش دايرين.